18 من نوفمبر من عام 1940 ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وجلالته هو السلطان الثامن لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في عام 1744. تلقى جلالته أولى مراحل تعليمه في عمان، وفي سبتمبر من عام 1958 أرسله والده السلطان سعيد بن تيمور إلى إنجلترا لإتمام تعليمه، حيث أمضى عامين في مؤسسة تعليمية خاصة، والتحق بعدها بأكاديمية سانت هيرست الملكية العسكرية كضابط مرشح، وتخرج منها وانضم إلى إحدى كتائب المشاة البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية لمدة 6 أشهر كمتدرب في فن القيادة. عاد بعدها إلى البلاد عام 1964. وفي 23 من يوليو من عام 1970 تولى جلالته حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد، لينقل عمان من حال العزلة والتخلف إلى نهضة حديثة شهد لها القاصي والداني، محققا وعده الذي قطعه على نفسه منذ اليوم الأول لحكمه بأن يعمل بأسرع ما يمكن لجعل الحكومة عصرية، وبأن يعيش شعبه سعيدا لمستقبل أفضل، وبأن يعيد الماضي التليد لعمان، وأن يكون لها المحل المرموق في العالم العربي.